السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. أهلا بيكم في كورس التحاليل الطبية من الصفر للاحتراف. النهاردة هنتكلم على الكاونتينج للبليتلس. ليه بنعد البليتلس؟ البليتلس ده جزء مهم ولا يتجزأ من الكمبليت بلود بيكتشر أو السي بي سي، ودي مهمة للفحص الحياة الصحية العامة. كمان ان هو مهم جدا في ايدنتيفاي للبلود كلوتينج لو في مشاكل في الجلطة. كمان سكرينينج تيست، يعني يستخدم عشان نقيس الوظائف الحيوية للجسم. طيب ليه بيستخدم في ايه الكاونتينج البليتلس؟ في البليدنج ديس اوردر، لو في مشاكل في السيولة، لو في مشاكل في البون مارو، لو في جلطه كلوتينج ديس اوردر. كمان بنقيم البي تي والبي تي تي، بالاضافه لو في مشاكل في الكدني. هنتكلم بقى النهارده عن الكاونتينج النورمال كاونتينج البليتلس. البليتلس الكاونتينج بتاعتها النورمال من 150 الف ل 450 الف. اقل من كده او ازيد من كده يبقى في مشكله عندنا. ثرومبوسايتوزس لو كان الكاونتنج للبليتلس ازيد من 450 الف. ثرومبوسايتوبينيا لو كان الكاونتنج للبليتلس اقل من 150 الف. الثرومبوسايتوزس في منها برايمري والسكندري. يعني ايه عندنا تو فيو بليتلس، كميه قليله من البليتلس؟ يعني عندنا بليدنج، نسف. النسف ده ممكن يكون في من النوز، ممكن يكون من الجامز، ممكن يكون من جي اي. ايه هي الاسباب اللي تخلينا البليتلس ده هي اب نورمال؟ في هناك بعض الريزونز اللي هي زي الميديكيشن، استخدام بعض الادويه، انهيرتد كونديشن لو حد في وراثه معينه، كانسر لو مريض كانسر او ورم، كيموثيرابي وامراض الكلى، والكحول لو حد بيشرب كحولي. بسيودو ثرومبوسايتوبينيا كونديشنز نتيجه لسحب الدم على الاديتا، بيحصل للبلاد اجريجريشن وبيبدا ان هم يتجمعوا، فبالتالي ما بتدي فولس ريزلتس للكاونت للبليتلس. ففي هذه الحاله بيتسحب الدم على سيتريت. دي الكالكوليشن بتاع الكاونتنج للبليتلس. بنعد النمبر اوف سيلز في الديليوشن. الديليوشن ده يكون 1 ل 20، يعني لو خدنا 50 من البلود لازم 950 من السولوشن. دلوقتي هنشوف الفيديو بتاع ازاي نعمل دروبينج طبعا على السلايد بتاع الكاونتنج بتاع العد، وبعد كده بنشوف بنعمل كاونتنج في الشامبر تحت الشريحة 10، وبعد كده بنحولها على الشريحة 40، وبنعد في الكاونتنج. المحلول ده بيعمل لايسيس طبعا للار بي سيز، وادي شكل البليتلس صغيرة جدا تحت الميكروسكوب، وانا عملت اسهم عليها عشان تعرفوا شكل البليتلس تحت الميكروسكوب عشان تعملوا كاونتنج ليها صح. ياريت لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وتعملوا سبسكرايبنج او شيرنج للفيديو عشان غيركم يستفيد. شكرا.